إيجاز نرجو أن تضعنا في السياق الذي يأتي فيه هذا الخطاب. إذن هذا الخطاب كما هو معلوم هو خطاب ذو طبيعة دستورية، لأنه منصوص عليه في الدستور، بحيث أن جلالة الملك يفتتح الدورة الأولى للبرلمان أي الجمعة الثانية من شهر أكتوبر. لذلك لاحظنا كيف أن كان هناك استعداد مسبق لاعتماد جميع المحطات الانتخابية لكي نكون في الموعد. لذلك أكبر إنجاز تم تحقيقه وهو أنه استطاع المغرب أن يقوم بتنزيل كل ما يتعلق بالترسانة المؤسساتية التي تفضي في آخر المطاف إلى افتتاحه في التوقيت الدستوري المنصوص عليه. إذن هذه نقطة جد مهمة يجب أن نأخذها بالاعتبار، ويجب أن تكون محطة نقاش وكذلك محطة تقييم. ثم الأمر الآخر أن الخطاب الملكي الموجه للبرلمان في كخطاب للافتتاح، لافتتاح الدورة التشريعية، فهو بالإضافة إلى كونه خطاب دستوري هو خطاب كذلك ينتظر منه دائما أن يكون بمثابة جدول أعمال أو خارطة طريق أو برنامج عمل للبرلمان وللحكومة معا، لأنه في هذه العملية فهو لا يخاطب فقط في الحقيقة البرلمانيين، بل هو يخاطب كذلك المؤسسات الأخرى وعلى رأسها الحكومة. إذن فهذا الخطاب هو يأتي في سياق ذو خصوصية، وهو أننا أمام برلمان بغرفتين تم انتخابهما حديثا، حكومة جديدة، مما يعطي لهذا الخطاب ربما نكهة خاصة، لربما هو ما عكس طبيعة الخطاب ومحتويات ومضامين الخطاب. كذلك أن هذا الخطاب يأتي من دون شك أنه في إطار تدابير احترازية خاصة، لذلك لم يكن الخطاب مباشرة من داخل البرلمان بل من القصر الملكي. ثم أن الحضور أعضاء البرلمان لم يكن كما كان الأمر معتادا بكامل مكونات البرلمان بغرفتيه، بل أنه كان مقتصر على حضور جزئي. إذن فبالتالي نقول أن هذا الخطاب كذلك جاء في سياق وطني وكذلك دولي خاص، ليس فقط مرتبط بالجائحة، بل هو مرتبط كذلك ببعض المعطيات المتعلقة بمحيطنا القريب، محيطنا الخارجي القريب الذي عرف الكثير من النقاش ومن الأحداث ومن القرارات ومن ردود الأفعال. فبالتالي كان هناك ربما تطلع لكي يكون هناك نوع من الإشارة في الخطاب الملكي لهذه المسائل، ولكن لاحظنا أن جلالة الملك في هذا الخطاب خصه لما يهم المغرب. المغرب هو يهتم حاليا بالتنمية ولا شيء في الحقيقة غير التنمية.